صلاح وداك كاس عالم. تمام. وفي 90 حسام حسن وداك كاس عالم. تمام. فانت الاثنين اتجمعوا مع بعض دلوقتي. فاعتقد ان مش يعني الفكرة ان حد يتكلم في صغائر الامور مش هيبقى فيه. مش انا بتكلم فيها. لا انا بقول لك اللي على السوشيال. لا السوشيال تعمل اللي هي عايزاه. انما انا بكلمك على ناس كانت في المطبخ وبتلعب ونجوم ويقول لك اللي فات سيء واللي جاي اسوأ بعد تولي حسام حسن. ايه يا رجاله في ايه؟ طب ما انت مسكت استنى بس ما انتوا مسكتوا ومسكتوا في انتخابات عملتوا ايه؟ مسكتوا انديه عملتوا ايه؟ محدش عارف انتوا قاعدين دلوقتي عمالين بيقولوا عليها ايه؟ عمالين بس اي حد هيطلع هيبقى ناجح عمالين توقعوا منه. طيب بس ده وقت الدعم يعني وجود حسام. هل وانا سؤال لحضرتك هل انت شايف ان هيبقى فيه فعلا بعد تولي حسام حسن بتكلم على حسام حسن المدير الفني وابراهيم حسن مدير المنتخب ازمه مع محمد صلاح؟ ليه؟ لو الامور ما تلمتش هيبقى فيه ازمه. بمعنى زي ما قلت لك كده قاعده عربي هتتعرف في الاول ويقعدوا يتكلموا ويصفي كل الحسابات وكل الخلافات وكل الكلام عشان نبدا على نظيف وعلى جديد. واخد بال حضرتك اسلام احنا بشر يا اسلام. طب ايه وانت لو كلمت عني انا ما اقدرش اتكلم. لا بغض النظر يعني انا إيه بعد ما تقوم من هنا هتكلم معك. فانا ممكن لما انا هقابلك في حته مش هسلم عليك اي حد كده لو اتكلم عليه. انت عملتها مع ناس كتير يعني قدامك. ما بص اصل انا واضح وصريح انت بتتكلم عليا طب وانا ما اتكلمتش عليك. طب انت بتتكلم عليا ليه؟ واخد بالك؟ لما انا هشوفك في حته اروح اجري اسلم عليك؟ لا طبعا. ده انت لو نازل لي من السما مش اجري اسلم عليك. لا من السما ما يمكن تكون مثلا حدايه صقر مش دول في السماء على طول عصفوره ماشي واخد بالك؟ فانا مش هجري لان انت اتكلمت عني وانا ما اتكلمتش عنك. طيب خليني ارجع لرقم واحد السؤال الاهم للناس ان انت حضرتك بتقول لازم يحصل جلسه قريبه جدا, جداً. ما بين حسام ومحمد صلاح حتى لو هيسافر يا عم الناس دي تبدو تسافر لانجلترا. طيب. ولا يقلل من قيمه حسام حسن ان هو لا طبعا لان خلي بالك صلاح ده هيبقى ضلع في نجاح حسام حسن. هيبقى ضلع قوي في نجاح حسام حسن في توليه منتخب مصر. مش هو كابتن فرقه هيسهل له حاجات كتيره. هيشيل عنه مشاكل كتيره اللي بتحصل بين اللعيبه هو يقعد معاهم ويخلص قبل ما توصل للمدير. بص المدير الفني دايما عايز ان تبقى دماغه رايقه عشان الفنيات وعشان الطرق الجديده اللي هيلعب بيها والتشكيلات والموضوع اللي هو بتاع الاختيارات اللي هي قبل المعسكرات والكلام ده. فبيبقى شايل هم يا اسلام. ففي الحته دي هو عايز يتفرغ لها حد يكون قوي ويبقى مسيطر على اللعيبه واللعيبه بتحبه. ولكن لو ما حصلش كده هيبقى في جاب كبير. ولو في جاب كبير ده هيأثر على الفنيات وهيأثر على المسيرة اللي هي هتبقى بدايتها اللي هي الدورة الودية اللي هي في شهر 3 اللي هي كرواتيا وتونس ونيوزيلندا. فأنا بقول لك اهو إن من دلوقتي قبل ما تخش في أي تجمع لازم الأجواء تبقى صافية النية تبقى خالصة وكله بيعمل عشان منتخب مصر. صلاح ينجح حسام حسن ينجح لان ده مطلبنا ومطلب كل جماهير مصر ان هي عايزه تشوف حسام حسن. الفرصه جات له. فانت دلوقتي في حاجات اللي انت كنت بتعملها قبل كده ما تتعملش لانك انت واجهه لينا. واخد بالك؟ وبعدين انت دلوقتي امل لكل مدربين مصر. نجاحك هيدي نجاح لكل المدربين وطموح لكل المدربين ان احنا ما نفكرش تاني بره. ما احنا بنروح نجيب مدربين على باب الله. هو حسام حسن اخر امل للمدرب المصري. السلام عليكم. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. ضيفنا النهارده الكابتن رضا عبد العال بيتكلم كلام منطقي, كلام نقطه ومن اول السطر. نقطه ومن اول السطر بمعنى ان صفي كل حاجه قديمه. مش شرط حسام حسن يسافر لندن او كابتن. هو في اول تجمع لمنتخب مصر بيستدعي
المحترفين كده كده هتبقى في جلسه بين حسام حسن وبين كل اللعيبه، جلسه مبروك وجلسه معنويه وجلسه نفسيه وجلسه كرويه وجلس كده كده هيبقى في جلسه مع محمد صلاح اذا كنا عايزين نشتغل صح. الجلسه دي وما في، انا مش شايف ان في توتر، هو الناس بتصطاد في ملعقة. غضب محمد صلاح، تصريحات حسام حسن، لا هو القصه كلها كله بيعمل تحت بند منتخب مصر. هو الراجل سأل سؤال وجاوب، لو انت مكانه قال لك مش هلعب. طب هو دلوقتي بتختلف ليه؟ ان في جرأة، في قرار، في شجاعه، كله عايز مصلحه منتخب مصر. والوعي اللي عند الكابتن محمد صلاح والوعي اللي عند الكابتن حسام حسن، انا بقول لك خلصانه، وكل دي زغبعه في فنجان. والكابتن رضا عبد العال نجم حلقتنا النهارده، اسمع رايك في التعليق في الكومنتات. تحياتي احمد الخواجه.